ومتخصص في ركلات الجزاء، حارس مرمى كبير في حراسة مرمى الزمالك، عبد الله السعيد والشناوي، عبد الله السعيد، جول 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 عبد الله السعيد. نعم نعم، يعيد الأهلي من جديد، يحيي أمل الأهلي من جديد بهدف عبد الله السعيد. ضربتين جزاء في المباراة، ركلتين جزاء، والاثنين نجحوا في تسجيلهم باسم مرسي وعبد الله. الإثارة حاضرة.